علاج الرؤوس السوداء. الرؤوس السوداء دائما نشيلها بالكوميدو اكستراكشن. تعلم الطريقة سهلة، كوميدو اكستراكشن اي راس اسود شيلي، اذا ما شلتي راح يصير احمر، واذا صار احمر راح يلتهب ويسبب حفر واثار، شيلي وريحي بالك. دكتور ايش رايك في كريم الكولاجين؟ حلو سؤال حلو. كريمات الكولاجين ما لها اي فايدة يا جماعة، في شغلات في كريمات ما لها اي فايدة، لازم تعرفون انه مو كل كريم يروج له كريم زين. كريمات الكولاجين ما لها اي فايدة، كريمات بديلة البوتوكس ما لها اي فايدة، وكريمات بديلة الفيلر ما لها اي فايدة، تملأ الفراغات وكذي. كلام نظري خاصة الفيلر، بس عملي لا. اما الببتايد كبديل للبوتوكس وكريمات الكولاجين لا عملي ولا نظري، ما يفيد. يمكن اكل حتى الحبوب اللي فيها كولاجين ممكن تفيد البشره لان فيها بروتين، لكن اما ان كريم كولاجين ما في كريم كولاجين في خير، يعتبر مرطب بس لا اكثر ولا اقل. حبوب الكولاجين هذه في وجه نظر، يعني في بروتينات المارين يعني ممكن تفيد البشره، عليها دراسات مفيده يعني يعني كحبوب للبشره، الحبوب تفيد البشره، نعم في حبوب تفيد البشره. اما كريمات الكولاجين ما لها اي فايده، وتعتبر الكريمات مرطبه، فنستخدم كريمات فيتامين سي افضل، يعني فيتامين اي وسي مع كريمات سيرامات الهيالوريك اسيد، يعني الخلطه هذه افضل من الكولاجين. وعلى الاقل فيتامين سي على دراسات ومفيد وجيد، يعني فيتامين سي سيرام ينحط على البشره ممتاز مع الديرمارولر يطلع روعه. اما استخدام كريمات كولاجين ما انصح فيها، ولا كريمات بديله للبوتوكس، ولا كريمات بديله للفيلر ابدا.